رغم صغر سنه إلا أنه استطاع أن يحجز له مقعدا بين كبار المتسابقين. إنه جلال الحكيم الذي لم يتعدى عمره 16 عاما والذي استطاع حصد المركز الثالث في مسابقة تايم أتاك إيجيبت، ويحلم أن يكون أول مصري شاب يشارك في المسابقات العالمية. عندي 16 سنة، شاركت في سباقات سبيد ودريفتنج من سنة بالظبط. أول سباق نزلته وخدت مركز ثالث، وبعد كده طلعت رخصة رياضية وشاركت في سباقات الدريفتنج في مصر، وبأمل إن احنا نخش فورمولا دريفت اللي هو أحسن سباق دريفتنج في العالم. لكن هذه المواهب يقابلها كثير من الصعوبات والعوائق، ليطالب المتسابقون الدولة بتشجيع رياضة السيارات وتخصيص أماكن دائمة للتدريب والسباقات. بالنسبة للرياضة كمتسابقين في تطور جامد جدا، بس كمكان اللي هما كتراك أو دريفت أو سباقات طبعا مش كويس خالص. طبعا كبلد مش موفر لنا أي حاجة ولا أي توفيرات، بالعكس ده هما بيحاولوا يعني بيأثروا علينا اللي احنا ما نسوقش واللي احنا ما ننزلش سباقات ولا تراكات ولا اي حاجه. اذا لا ينقص رياضه سباق السيارات في مصر سوى اهتمام من قبل الحكومه وضخ مزيد من الامكانيات.